بنمر النهارده عشان نخرج الحالات، فحبينا بس نتكلم مع مية لسه عامله بيكيني سليف وبيكيني مراره في نفس الوقت، نفس العمليه، وكلهم من فتحات قليله. كام فتحه يا مية؟ ثلاثة. وعملية تمت كلها سليمة وخير والحمد لله، حاسة تحسن كبير جدا. حاسة ان الريكفري بتاعتك، حاسة انك لا مش حاسة، بص تحفة خلاص دلوقتي مرتاحة جدا. بدأت تشربي؟ بقيت اشرب وبمشي وبدخل التواليت وكل حاجة، الحياة العامة كأني برجع تاني للأول تاني. الميزة البيكيني سليف ان احنا بنقلل الفتحات، فالعادي العملية اي راحة سمنة مع مرارة ممكن تبقى 6 فتحات، عملناها من 3 بس 3 نقط صغيرين تحت عند خط البيكيني لاين، فاعتقد ده بيساعد في الريكفري، يعني اعتقد ان ده بيسرع الريكفري. واي حد هيعمل بيكيني سليف كان حضرتك اللي عملتها، لازم عليك بجد. انا مبسوط بصراحه حضرتك ومبسوطه اني عملتها معاك، ولو قررت العمليه تاني هعملها تاني بقى. انت جميله، انت عشان فرحانه بس، مبروك مبروك يا بقى. يلا دلوقتي نبتدي نتحرك، هتخرج من المستشفى، حركه طول الوقت وشرب طول الوقت، ده اهم حاجه، ده ريكفري. عايش، يلا مبروك مبروك.